الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني تجاري شعبة شؤون القانونية، أهلا ومرحبا بكم في برنامج في بيتنا مدرسة. إحنا ابتدينا الترم الثاني مع بعض وشرحنا أول مادة كانت مادة القانون التجاري، وقلت لكم إن الامتحانات هتتقسم على 3 شهور زي ما الأستاذ الفاضل الدكتور الوزير قال، هتبقى شهر مارس، شهر إبريل، شهر مايو. الامتحانات هتبقى جاية سهلة جدا، مش هتبقى فيها أي صعوبة، هنبعد جدا عن المقالي. فانت لو انت ركزت في المواد وركزت في فهم المواد هتلاقي الموضوع سهل بالنسبة لك جدا، يعني انت مش محتاج انك تتعب قوي في انك تحفظ حفظ كتير، لان كل اللي هيجي لك صح وغلط، مصطلح هيجي لك، اختار من متعدد وصل، فانت بالتالي المواد هتبقى سهلة بالنسبة لك. بس واحنا بنشرح، انت المواد القانونية قلنا لك انها بتفيدك في الحياة العملية، بتفيدك في كل حاجة في حياتك العملية، فعشان كده انت لازم تفهم المواد القانونية لنفسك قبل ما يكون الامتحان او لمنهج انت هتمتحن فيه. فعشان كده انا بحاول اشرح لك كل تفصيلة موجودة في كتاب المدرسة. كتاب المدرسة غني بمعلومات كتيرة جدا، معلومات مفيدة جدا، انت المفروض انك تعرفها كطالب شؤون قانونية، لانك بعد كده هتستخدمها في حياتك العملية، هتستخدمها في حياتك اليومية. فعشان كده عايزين نركز مع بعض في كل مادة احنا بنشرحها. المادة اللي معانا النهاردة، احنا النهاردة هنحاول نشرح مادة القانون المرافعات، الجزء الخاص بشهر مارس اللي انت هتمتحن فيه، وهنحاول لو في وقت هنكمل على مادة قانون العقوبات، نشرح برضو الجزء اللي انت هتمتحن فيه في شهر مارس، وهما جزئين مش كبار. طيب اول حاجة هنشرحها مادة قانون المرافعات، وزي ما احنا قلنا هي للصف الثاني تجاري شعبة الشؤون القانونية، عشان في طلبة تانية بتطلبوا تسألنا هي فين الشعبة بتاعتنا. كل الشعب موجودة على قناة اليوتيوب خاصة بالتعليم الفني. طيب اول حاجة احنا لازم اول ما نشرح اي مادة لازم نعرف اسم المادة دي، او المادة دي بتتكلم عن ايه، او هي الحاجة اللي فيها ايه، هندرس ايه. فعشان كده لازم تعريف قانون المرافعات. تعريف قانون المرافعات هو مجموعة القواعد اللي بتبين ايه، التنظيم القضائي في الدولة، وتحدد اختصاص المحاكم، والتي تنظم الإجراءات والمواعيد الواجبة الاتباع في التقاضي والمحاكمة والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام. يعني معنى كده بتقولي من أول التنظيم القضائي لغاية الحكم وتنفيذ الحكم كمان، وده اللي احنا هناخده النهاردة اللي هي الأحكام. طيب تعريف قانون المرافعات مش مكرر عليك في الترم الثاني، هو كان الترم الأولاني، بس عشان تفهم معايا قانون المرافعات أو الدرس بتاع النهاردة لازم تكون عارف إيه هو قانون المرافعات. طيب نخش في أول حاجة، أول درس هناخده في دروس قانون المرافعات الترم الثاني، وهو الحكم. ايه هو الحكم؟ انا قلت لك الشخص بيرفع دعوة قدام القضاء، زي ما احنا قلنا مين هم القضاء وقلنا ترتيبهم وقلنا كل حاجة. طب بيرفع الدعوة ازاي؟ الكلام ده كله قلناه. بيرفع الدعوة، طب بعد ما بيرفع الدعوة هو عايز يرفع الدعوة ليه؟ انا رايح ارفع الدعوة قدام القضاء ليه؟ عشان اوصل في النهاية الحكم. لو انا مش هوصل لحكم طب هرفع الدعوة ليه؟ بتسلى؟ اكيد لا. فالدعوة النتيجة النهائية ليها اللي هي الحكم. يبقى لما اجي اعرف الحكم هقول هو ايه، هو الخاتمة الطبيعية لإجراءات الخصومة، هو النتيجة النهائية والطبيعية اللي أنا عايزها من الخصومة اللي أنا بعملها. طيب أول صدور حكم في الموضوع الدعوة هو الغاية الأساسية التي يهدف إليها رفع الدعوة، اللي رفع في النهاية أن يوصل لإيه؟ لحكم. طيب الأحكام القضائية إمتى بتاخد قوتها، أو إمتى الحكم القضائي ده بيبقى خلاص كده أنا معايا حكم أقدر أنفذه وخلاص مفيش خوف من أي طعن عليه تاني؟ لو الأحكام دي بنقول بتستمد قوتها إمتى؟ بامتناع جواز الطعن عليها وزوال احتمال إلغائها أو تعديلها. لو أنا معايا حكم يجوز الطعن عليه أو يجوز إلغائه أو إيقافه، في الحالة دي أنا هبقى مش مطمن، مش هعرف أنفذ الحكم، وحتى لو نفذت هبقى معرض أن يطعن على الحكم والحكم يتلغي والفايدة اللي عديت عليها من الحكم تروح مني تاني. طب احنا كده عرفنا الحكم وعرفنا امتى الحكم بيبقى بيستمد قوته. هناخد بقى تقسيم الاحكام. انا عندي مجموعة من الاحكام هنقسمها مع بعض وهنعرف كل حكم تعريفه ايه. طيب اول تقسيم من تقسيم الاحكام، عندي الاحكام القطعية والاحكام غير القطعية. نركز مع بعض، من اسمها احكام قطعية واحكام غير قطعية. طب الاحكام القطعية او الحكم القطعي هو ايه؟ حكم قطعي يعني بيحسم النزاع. ما دام قلت لك حاجه قطعيه، حاجه نهائيه، معنى كده انها بتحسم ايه؟ بتحسم النزاع او بتحسم المشكله اللي انا رافع عشانها القضيه، بتحسم الدعوه بتاعتي، خلاص انا كده اتحكم لي بحكم قطعي. طيب او في شق منه او في مساله متفرعه عنه، سواء تعلقت بقى
المسألة بالقانون أو بالوقائع. يبقى الحكم القطعي هو اللي بيحسم النزاع تماما ماشي، وبيوصل معايا سواء بقى حكم في الحكم في الدعوة كلها أو في جزء منه سواء متعلق بالقانون أو بالإيه أو بالوقائع. طيب تاني حاجة، بصدور الأحكام القطعية المحكمة حين بتستنفذ ولايتها بشأن ما فصلت فيه. يعني معنى كده إيه؟ يعني أنا لما باجي حد يرفع عليا طعن في الحكم دوت ما بيرفعوش قدام نفس المحكمة، بيرفعه قدام محكمة تانية، فهنا المحكمة استنفذت ولايتها بالنسبة للحكم القطعي بحيث يمتنع عليها إنها تعود الفصل في إيه؟ في الدعوة دي. طيب تالت حاجة، هنقول مثال كده، المثال الحكم القطعي زي إجابة طلبات المدعي أو رفضها، ده حكم قطعي. طيب الحكم بثبوت خطأ المدعى عليه ومسؤوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على عمله غير المشروع. انت هتحفظ هنا الأمثلة ليه؟ انا ممكن اجبرك في صح وغلط. اقول لك من الأحكام القطعية الحكم بإجابة طلبات المدعي او رفضه او رفضها، هنا هتقول لي صح او غلط. طيب الحكم غير القطعي بقى، احنا قلنا الحكم القطعي بيحسم النزاع، طب الحكم غير القطعي اكيد هو اللي لا يفصل في النزاع، يبقى الحكم الذي لا يفصل في النزاع لا كله ولا جزء منه ولا يحسم مسألة متفرعة عنه. طب ايه هو الحكم الغير قطعي ده؟ الحكم الغير قطعي ده حكم متعلق باجراءات السير في الخصومة او يتعلق باجراءات الاثبات او يتعلق بطلب وقتي، يبقى ده لا بيحسم النزاع لا كله ولا جزء منه. خلاص يبقى عندي الحكم القطعي الحكم غير قطعي، من اسمهم سهل جدا، لو جولك في مصطلح لو جولك في صحة وغلط او في اختيار هتعرف تجاوبهم بسهولة. طيب بعد كده، طيب قلنا الحكم القطعي المحكمة بتستنفذ ولايتها بالنسبة لها، طب الحكم الغير قطعي عكسه تماما، بصدورها لا تستنفذ المحكمة ولايتها بشأنه. تاني حاجة مثال لي، الحكم بضم دعوتين، لو انا عندي دعوتين ليهم نفس الموضوع القاضي بيقوم عامل ايه؟ ضمم الدعوتين مع بعض او يفصل الدعوتين عن بعض، ده حكم غير قطعي. طيب الحكم بتأجيل الدعوة لإعادة اعلان الشهود، ده برضو حكم غير قطعي. الحكم بانتقال المحكمة لمعاينة المتنازع عليه، عندك ثلاث أمثلة عشان تعرف بيهم ايه هو الحكم الغير القطعي. طيب برضو رابع مثال الحكم مندب خبير، احفظ لك مثالين هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. طيب تاني تقسيم من تقسيمات الأحكام، الأحكام الابتدائية والانتهائية والحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه والبتة. دول عندي أربع حاجات نركز فيهم كويس قوي، حكم ابتدائي، حكم انتهائي، حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وحكم بات. طب هنبتديهم من الأقل للأعلى. عندي الحكم الابتدائي، دي هي الأحكام اللي بتصدر من محاكم أول درجة وتقبل الطعن فيها بالاستئناف، وإحنا قلنا قبل كده إيه هي محاكم أول درجة، إيه هي محاكم تاني درجة في الترم الأولاني، وقلنا إيه هي طرق الطعن العادية وإيه هي طرق الطعن الغير عادية. يبقى الحكم الابتدائي بيقبل الطعن فيه بإيه؟ بالاستئناف، وبيصدر من محكمة أول درجة. طيب الأحكام الانتهائية أو النهائية طبيعي هي التي لا تقبل ايه؟ الطعن بالاستئناف، مش احنا قلنا من الاقل درجه للاعلى، حكم الابتدائي يقبل الطعن فيه بالاستئناف، يبقى الحكم الانتهائي لا يقبل الطعن فيه ايه؟ بالاستئناف. طيب ناخد مع بعض الاحكام الصادره من محكمه اول درجه في حقوق دود نصابها الانتهائي، دي برضو احكام نهائيه. طيب الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الثانيه اللي هي محاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائيه المنعقده بهيئه استئنافيه، دي برضو احكام انتهائيه. تمام، يبقى دي امثله للاحكام الانتهائيه. طيب بعد كده عندي الاحكام الصادره ابتدائيا من محاكم اول درجه، بس هنا اتفق الخصوم على انها تبقى انتهائيه قبل صدورها، في الحاله دي برضو بتبقى احكام ايه؟ انتهائيه بالرغم من انها صادره من محكمه اول درجه. تمام ماشي، ولكن ومنكم برضو لو سقط الحق في الطعن فيها اما بقبول المحكوم عليه الحكم بعد صدوره او بتفويته لميعاد الطعن، يعني انا ليا ميعاد اطعن الحكم فيه، الميعاد ده عدى وانا ما طعنتش على الحكم بتاعي فيه، في الحاله ديت الحكم هنا بيصبح حكم ايه؟ انتهائي. طيب الاحكام الحائزه على قوه الشيء المحكوم فيه، يعني ايه الاحكام الحائزه على قوه الشيء المحكوم فيه؟ احنا قلنا من الاقل للاعلى، هنا الاحكام دي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية. طب ايه هي طرق الطعن العادية؟ قلنا ايه؟ الاستئناف، بس هنا ممكن تكون قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية زي التماس اعادة النظر والنقض، وخدنا قبل كده ايه هي طرق الطعن غير العادية. طيب بعد كده الاحكام البتة، الاحكام البتة دي هي الاحكام بقى اللي مفيش بعدها، اللي هي الاحكام التي لا تقبل الطعن لا بالطرق العادية ولا بالطرق غير ايه؟ العادية. تمام؟
يبقى الاحكام الابتدائيه هي بتجبر الطعن بالاستئناف، الاحكام الانتهائيه التي لا تجبر الطعن بالايه؟ بالاستئناف، الحكم الشيء المحكوم فيه لا تجبر الطعن بالاستئناف وممكن تكون تجبر الطعن بالطرق غير العاديه، تمام؟ الاحكام البته هي اللي لا تجبر الطعن بالطرق العاديه ولا الغير ايه؟ العاديه. طيب ثالث تقسيم عندي الاحكام المنهيه للخصومه والاحكام غير المنهيه للخصومه. انا رفعت قضيه قدام المحكمه، بوصل في النهايه لايه؟ لحكم بينهي الموضوع، بينهي النزاع ده، بينهي المشكله، بينهي الخصومه ككل. طب القاضي في وسط القضيه وفي اثناء جلسات القضيه حكم بحكم وقتي، حكم دلوقتي، الحكم ده ما انهاش الخصومه، ده بيبقى حكم غير منهي للخصومه. طب نعرف ايه هو الحكم المنهي للخصومه؟ من اللي انا قلته ده كده، هي الاحكام التي تؤدي الى انتهاء الخصومه باكملها امام المحكمه. الخصومه هنا انتهت تماما، ده الحكم المنهي للخصومه. طب الحكم الغير منهي هو الاحكام اللي هي ايه؟ اللي هي ما بتنهيش الخصومه. طب ناخد حاجه برضو خاصه بالاحكام المنهيه، بيقول لك الحكم المنهي قد تكون فاصله في الموضوع مثل الحكم الصادر بايه؟ باجابه طلبات المدعي او برفضها، يبقى هنا برضو ده حكم منهي ايه؟ للخصومه. ممكن تكون احكاما اجرائيه مثل ايه؟ الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمه. يعني ايه عدم اختصاص المحكمه؟ انا هنا رفعت القضيه قدام محكمه معينه، المحكمه دي ملهاش اختصاص، يعني ما ينفعش ارفع بالبلدي كده، ما ينفعش ارفع القضيه قدامها. فالقاضي بيقولها لي ازاي؟ بيقول لي بيحكم بعدم اختصاص المحكمه، يعني بالبلدي كده بيقول لي انا القضيه دي مش بتاعتي، ما ينفعش ترفعها قدامي، روح ارفعها قدام المحكمه المختصه. ده برضو حكم منهي ليه؟ للخصومه. طيب الاحكام غير المنهيه للخصومه زي ما احنا عرفناها هي الاحكام اللي بتصدر اثناء سير الدعوه ولا تنتهي بها الخصومه. طيب زي ايه؟ قد تكون موضوعيه كالحكم بالتعويض بس قبل ما احدد مقدار مبلغ التعويض. لو حددت مبلغ التعويض يبقى كده الخصومه انتهت، انما ممكن القاضي يحكم بالتعويض بس لسه ما حددش مقدار التعويض. طيب قد تكون احكاما اجرائيه زي ايه؟ الحكم باختصاص المحكمه. يعني دلوقتي انا رافع القضيه قدام المحكمه، فالخصم بتاعي طعن ان المحكمه غير مختصه، فالقاضي هنا حكم ان المحكمه لا مختصه، بيقول له لا هي القضيه دي من اختصاصي، القضيه ديت من اختصاص المحكمه ان انا اللي انظر فيها، مش من اختصاص محكمه ثانيه. ده برضو يعتبر حكم ايه؟ غير منهي الخصومه. طيب اصدار الاحكام بقى الحكم بيطلع ازاي؟ يعني انا دلوقتي عمال اقول لك حكم ابتدائي، حكم نهائي، طب انا الحكم ده همسكه في ايدي ازاي؟ هنفذ بيه ازاي؟ هاخد حقي بيه ازاي؟ يبقى لازم نعرف اصدار الحكم. طب الحكم شكله ايه؟ مكتوب جواه ايه؟ بياناته ايه؟ يبقى هناخد هنا مرحله اصدار الاحكام، مرحله اصدار الاحكام. طب الحكم بداهه كده حكم هنفذ بيه، هاخد بيه حقي، يبقى لازم يكون مكتوب ولا مش لازم يكون مكتوب؟ لازم الحكم يكون مكتوب عشان اقدر اخد بيه حقي. طيب اصدار الاحكام، اول حاجه انا بباشر القضيه او انا رفعت قضيه وماشي في القضيه في جلسات القضيه لغايه ما القاضي بيسمعني ويسمع الخصوم ويسمع كل الناس، وبعد كده يعمل ايه؟ يقفل باب المرافعه. لو قفل باب المرافعه يعني هنا بيقول انا خلاص هحكم في القضيه، خلاص محدش يتكلم تاني، محدش يقدم حاجه تاني، انا هنا هحكم في القضيه. يبقى قفل باب المرافعه يعني ايه؟ تقرير، هو بيقول القاضي كده ان القضيه بقت صالحه للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من ايه؟ من ان هم يقولوا كل دفوعهم بقى ويقولوا كل اللي هم عايزينه، خلاص؟ طيب طب معنى كده باب المرافعه بيتقفل صراحه ولا ضمنيا؟ ممكن يكون بقرار صريح يصدر من المحكمة وممكن يكون ضمنيا. إزاي؟ لو المحكمة بدأت في المداولة بعد ما القاضي بيسمعنا ويسمع الخصوم بيخش المداولة أو يبتدي المداولة على المنصة عشان يصدر الحكم، لو القاضي أو القضاة اللي قاعدين ابتدوا المداولة معنى كده أن القاضي قفل باب المرافعة ضمنيا. يبقى هل لازم قفل باب المرافعة يكون بقرار صريح من المحكمة؟ مش لازم، ممكن يكون بقرار صريح وممكن يكون ضمنيا أنه يبتدوا بالفعل في المداولة. طيب يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، المحكمة اللي قفلت باب المرافعة هل ما ينفعش تعيد بفتح باب المرافعة تاني؟ ينفع، صاحب الاختصاص صاحب القرار ينفع يرجع في قراره ويفتح باب المرافعة تاني. يبقى المحكمة من تلقاء نفسها يجوز ليها انها تعيد فتح باب المرافعة بس بشرط لو هي رأت ان في جدية او شافت ان في حاجة مهمة عشان كده المفروض انها تفتح باب المرافعة فبتفتح باب المرافعة، يبقى ده من تلقاء ايه؟ نفسها. طيب هل المحكمة قبل يعني مثلا دلوقتي فتح باب المرافعة بقرار قالته المحكمة، ماشي؟ طب هتقول امتى؟ احنا قلنا لو القاضي على المنصة طلع قرار صريح ان يقفل باب المرافعة ممكن في نفس الجلسة يفتح باب المرافعة، او ممكن يعمل ايه؟ لو كان محدد جلسة لنطق بالحكم
يعني خلاص قفل رفع الجلسة وقفل باب المرافعة وحدد جلسة في يوم تاني للنطق بالحكم. ممكن يجي القاضي قبل الجلسة ديت أو في نفس الجلسة دي يفتح باب المرافعة بقرار صريح منه. طب قرار المرافعة قلنا لازم يستند لإيه؟ على أسباب جدية. هو إحنا مش هنقعد طول نقعد سنة واتنين وتلاتة في القضية ومفيش أسباب يخليني أفتح باب المرافعة، طب أفتحها ليه؟ ما كده القضية مش هتخلص. يبقى بتكون في أسباب جدية ولازم تبين في ورقة الجلسة في محضر إيه؟ الجلسة. طيب يجب على المحكمة إن هي تعيد باب المرافعة إمتى؟ إذا ما تغير أحد قضاتها بعد قفل باب المرافعة. لو أحد القضاة اتغيروا اللي هم كانوا في القضية أو اللي هم بشروا القضية، واحد منهم اتغير قبل ما يتم النطق بالحكم، المحكمة هنا بتعمل إيه؟ لازم يجب عليها إنها تفتح باب المرافعة تاني. خلاص؟ طيب يبقى دي المرافعة. قلنا بعد المرافعة إيه اللي بيحصل؟ أنا رفعت الدعوة وقعدنا نترافع أنا والخصم بتاعي ونقدم الأدلة بتاعتنا ودفعنا والمحامين يتكلموا والشهود. طب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ القاضي قلنا هيقفل باب المرافعة ويعمل إيه؟ يبتدي بقى يتشاور هو والقضاة اللي معاه عشان يصدر الحكم اللي هي المداولة. المداولة دي معناها ان هم ياخدوا رأي بعض، يتناقشوا ما بينهم وبين بعض عشان ايه؟ عشان يصدروا الحكم. ولازم عشان يصدروا الحكم لازم يكونوا القضاة اللي بيتداولوا هم اللي باشروا القضية واللي حضروا الجلسات. ما ينفعش واحد تاني يجي من بره ما حضرش الجلسات ويحضر المداولة ويصدر الحكم، في الحالة دي الحكم هيبقى ايه؟ باطل. طيب المداولة هي المناقشة وتبادل الرأي بين أعضاء المحكمة استعددوا وذلك الاتفاق على وجه الحكم في الدعوة. طيب قد تتم المداولة في نفس الجلسة بعد انتهاء المرافعة إذا كانت الدعوة من الدعوة البسيطة، فالقاضي في نفس الجلسة كده وقاعد القضاة بيتداولوا مع بعض ويصدروا الحكم، الدعوة بسيطة مش محتاجة وقت. أو ممكن إيه؟ ممكن أرفع القاضي يرفع الجلسة يقول رفعت الجلسة ويخش أوضة المشورة أوضة كده في نفس الجلسة يخش هو والقضاة يتشاوروا مع بعض لو القضايا دي محتاجة وقت أو محتاجة يتكلموا فيها. طب لو القضية محتاجة وقت طويل ممكن القاضي يعمل إيه؟ القاضي يأجل القضية كلها لجلسة تانية لنطق بالحكم ويجي قبل اليوم بتاع النطق بالحكم في أي يوم يقعد هو والقضاة مع بعض ويتشاوروا ويتداولوا قبل ما ينطقوا بالإيه؟ بالحكم. في مشكلة كده؟ نكمل مع بعض نركز في اللي إحنا بنقوله كويس جدا. اللي بعده، طب المداولة دي امتى تبقى صحيحة؟ مش انا قلت لك شرط من الشروط من شوية، قلت لك لازم القاضي القضاة اللي حضروا الجلسات هم اللي يكونوا في المداولة، ما ينفعش حد من بره. دي شروط صحة المداولة، امتى المداولة تبقى صحيحة؟ اول حاجة يجب ان تتم المداولة سرا بين القضاة. المداولة ما تنفعش تبقى علنية، لازم تكون سرا وبين القضاة مجتمعين اللي هم حضروا الجلسات. تاني حاجة، لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم إيه؟ باطلا ولسه قايلينها. طيب بعد تالت حاجة، لا يجوز للمحكمة إنها تسمع واحد من الخصوم والتاني مش موجود أو تاخد منه مستندات والتاني مش موجود. يعني بمعنى إيه؟ لو أنا دلوقتي إحنا اتنين خصوم في الدعوة وبعد ما الدعوة مشيت والقاضي خلص مرافعتنا وقام قفل باب المرافعة ودخل المداولة، جه الخصم بتاعي ام داخل عايز يقول للقاضي حاجه، بالقاضي ما يسمعلوش، لازم انا اكون موجود، لازم احنا الاثنين نكون موجودين. طب عايز يقدم مستندات القاضي، لازم احنا الاثنين نكون موجودين، عشان كده قلنا ممكن يعيد فتح باب ايه؟ باب المرافعه. طيب انتهاء المداوله بقى، المداوله انتهت، ايه اللي هيحصل؟ هيصدر الحكم. ما دام المداوله انتهت خدوا رايهم اقتنعوا بالراي اللي هم عايزينه، والاحكام عامه بتصدر بالاغلبيه، اقتنعوا باللي هم عايزينه، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيصدر الحكم. طب انتهاء المداوله هنقول تنتهي باخذ الراي بين القضاه منتهيا بايه؟ او تمهيدا لايه؟ لاصدار الحكم، وتصدر الاحكام بالاجماع او باغلبيه الاراء. طيب اذا لم تتحقق الاغلبيه لازم واحد من الاثنين ينضم للفريق الثاني، وبالاخص لو فريق او اللي كان رافض او القليل كان احد القضاه من الدرجه احدث في التعيين فبينضم لايه؟ للفريق الاكثر عددا او الاكثر ايه؟ او الاقدم تعيينا او الاقدم درجه. طب النطق بالحكم بقى، خلصنا مداولة يلا ننطق بالحكم بقى. هننطقه يعني ايه؟ يعني نقول الحكم من الكلام. انت المواد القانون سهله جدا لو انت فهمتها وحبيتها هتلاقي الموضوع سهل جدا، موضوع كاننا قاعدين بنتكلم مع بعض. احنا مش قاعدين اقول لك ماده واحفظ واحفظ، لا، انت وانت ماشي في الشارع كده وانت ماشي مع صاحبك انت ممكن تقول له الماده كلها عباره عن حدوته، عباره عن كلام عادي جدا. طب تعال نقول النطق بالحكم. النطق بالحكم اول حاجه قراءته بصوت عالي في الجلسه، فيها مشكله؟ فهاش مشكلة. تاني حاجة، يجب النطق في جلسة ايه؟ علنية وإلا كان الحكم باطل. لازم النطق بالحكم يكون في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطل. طب ناخد معلومة كده، أحيانا بتلاقي المحامي يقول لك ايه؟ يقول لك ده حدد جلسة لنطق بالحكم ومش هنعرف غير بعد الجلسة أو القرار آخر الجلسة،
مش هنعرف ننطق بالحكم غير ايه؟ غير بكره ولا حاجه من السكرتير. هنا ده تسهيلا بس الاجراءات، وده بيتم مش الاساس. الاساس انه لازم يتقري في جلسه علنيه، والا كان الحكم ايه؟ الحكم باطل. طيب، يجوز للمحكمه النطق بالحكم في الجلسه بعد انتهاء المرافعه على طول، او يجوز تاجيلها ايه؟ لاصدار الحكم في جلسه اخرى زي ما قلنا من شويه. طيب، انا اتنطق بالحكم، هنفذ بقى، انفذ بايه؟ اديني ورقه يا عم، اديني ورقه انفذ بيها، اديني الحكم ده مكتوب. ما هو مش بالبق كده هروح اقول لاي حد والنبي نفذ لي الحكم ده بالكلام كده، لا، لازم يكون معايا ايه؟ صوره مكتوبه. والصوره المكتوبه نركز فيها قوي، عشان عندي صوره بسيطه وعندي صوره تنفيذيه ما بتطلعش غير مره واحده ولصاحب الشأن بالتحديد. انما الصوره البسيطه ممكن اي حد يطلبها واي حد ياخدها، بس بعد سداد ايه؟ الرسم المقرر ليها. طيب، نسخه الحكم الاصليه، قلنا اول حاجه نسخه الحكم، الحكم ده عباره عن ايه؟ عمل اجرائي لازم يكون ايه؟ مكتوب، ودي قلناها من شويه. يجوز الحكم بيحرر من ايه؟ من مسوده ونسخه اصليه. مسوده دي اللي بيكتب القاضي كده فيها الحكم، ونسخه اصليه، النسخه الاصليه في ايه؟ جاهزه خلاص ان انت تستلمها. طب المسوده دي بتتحط فين؟ المسوده بتتحط في ملف الدعوه. طب بتشتمل مسوده الحكم على ايه؟ على منطوقه واسبابه، على نطق الحكم، على الحكم نفسه. حكمت المحكمه مثلا بصحه توقيع فلان، هنا ده الحكم، منطوق الحكم واسبابه، اسباب الحكم، ليه القاضي حكم بالحكم ده؟ تمام؟ طيب، المسوده والنسخه الاصليه بيتحفظوا فين؟ في ملف الدعوه. ليه؟ عشان لو حد حب يطلع صور منهم يبقى موجودين في ملف الدعوه. طيب، تعطى صوره بسيطه، قلنا لمين؟ لكل اللي يطلب الصوره دي، وهنعرف بعد كده تعريف الصوره بسيطه، وهنعرف ماشي يعني ايه بالظبط، وهنعرف مين اللي مستحق ان هو ياخدها. طيب، تعطى صوره تنفيذيه من الحكم المحكوم له. ده برضو احنا ايه؟ قلناها وهنقولها دلوقتي كمان شويه، وان هي ملهاش غير صوره واحده، ولو ضاعت هنعرف هنعمل ايه. طيب، توضع نسخه الحكم الاصليه في ملف ايه؟ الدعوه. خد بالك من الارقام دي عشان دي هتجيلك اكمل، صح وغلط. توضع نسخه الحكم الاصليه في ملف الدعوه خلال 24 ساعه من ايداع المسوده. ده في انهي قضايا؟ في القضايا المستعجله، وسبعة ايام في القضايا الاخرى. واللي بيتاخر بقى عن المواعيد دي ايه اللي بيحصل له؟ بيتحكم عليه او بيتغرم بالتعويض، بيدفع تعويض. يبقى 24 ساعه في القضايا المستعجله بعد وضع مسوده الحكم، او سبعة ايام ماشي في القضايا الاخرى، واللي متسبب عن التاخير بيكون ملزم بايه؟ بالتعويض، ايا كان هو مين. طيب، بيانات الحكم بقى، قلنا ادي الورقه، ادي المسوده، وادي نسخه الحكم. ايه البيانات اللي موجوده في الحكم يا مستر؟ انا عايز اعرف ايه الحكم ده، ايه البيانات اللي موجوده فيه؟ اول حاجه من بيانات الحكم الديباجه. الديباجه دي اللي هي في اي حاجه، في اي وظيفه، في اي حاجه تلاقي مكتوب محافظه كذا، مش عارف وزاره كذا، دي الديباجه. او الحكم ده صدر باسم الشعب، دي الديباجه. يبقى اول حاجه الديباجه بيكون مكتوب فيها ايه؟ دي اسطمبه موجوده، بيان صدور الحكم باسم الشعب، بيان المحكمه، اسم المحكمه اللي اصدرت الحكم، تاريخ ومكان اصدار الحكم. دي بتبقى موجوده في كل الاحكام. طيب، تحديد الحكم اذا كان صادر في ماده تجاريه او مساله مستعجله. اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعه واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. طيب، ثانيا بقى، يبقى اول حاجه خدنا ايه؟ خد بالك، بيانات الحكم خدنا اول حاجه الديباجه. تاني حاجه هناخد وقائع الدعوه بقى. وقائع الدعوه ده بعد الديباجه على طول بيكتب فيها اسم الخصوم، صفاتهم، موطنهم، اذا كانوا حضروا ولا ما حضروش، اسم عضو النيابه اللي ابدى رايه في القضيه، عرض مجمل لوقائع الدعوه وطلبات الخصوم، وخلاصه موجزه لدفعهم ودفعهم الجوالي. يعني كل حاجه حصلت في القضيه باسماء كل الناس اللي كانوا موجودين. تمام؟ طب تالت حاجه اسباب الحكم. طب القاضي حكم ليه؟ ايه الاسباب اللي شافها؟ شايف ان المفروض انه يحكم للخصم ده او الخصم ده. دي اسمها اسباب الحكم. يبقى هي الادله الواقعيه والحجج القانونيه اللي القاضي بنى عليها قناعته الشخصيه. تمام؟ فبالتالي اصدر بها ايه؟ منطوق الحكم. وعشان كده احيانا بنسميها حيثيات. ليه حيثيات؟ لان دايما بتبتدي بكلمه حيث ان وبما ان، فعشان كده بنسمي اسباب الحكم دايما الحيثيات. تلاقي محامي يقول لك ايه؟ انا هجيب لك حيثيات الحكم او هشوف حيثيات الحكم. دي معناها انه هيشوف اسباب الحكم. زي ما قلت لك، الطالب شؤون قانونيه اي حاجه هتسمعها لازم تكون فاهمها وتكون عارف ده بيقول ليه. انت المفروض اللي بتدرسه دوت، انت المفروض تبقى عارف كتير جدا من اللي بيدرسوه الناس في كليه حقوق، هو اللي انت بتدرسه. طيب، عندي بعد كده منطوق الحكم بقى، هنخلي الاسباب اهي. عرضنا الاول الديباجه، وقائع الدعوه، اسباب الحكم. طب هيقول لي بقى حكمت المحكمه بايه؟
فمنطوق الحكم دايما بيبقى ايه؟ القرار اللي بتوصل له المحكمه في شان الطلبات المعروضه عليها من الخصوم. طب بتتلى ايه؟ شفويا قلنا في الجلسه. طيب ازاي؟ بتتكتب كده، حكمت المحكمه بكذا. ده اسمه ايه؟ منطوق الحكم. منطوق ايه؟ منطوق الحكم. طيب خامسا، توقيع رئيس الجلسه وكاتب الجلسه. ينفع حكم انا بشرت القضيه معاك وفي الاخر مش همضي، انا اللي اصدرت الحكم مش همضي، انا اللي بعت لك عقد مثلا وبعت لك شقه مش همضي؟ همضي. يبقى اللي اصدر الشيء او اللي اصدر القرار او صاحب القرار لازم يمضي على القرار عشان ياخد صفه ايه؟ صفه التنفيذ، او ياخد صفه ايه؟ ان يكون العمل قانوني ومش باطل. طيب الصوره التنفيذيه للحكم، ودايما بتيجي ودايما في ناس كتيره جدا بتتلخبط ما بين الصوره التنفيذيه والصوره البسيطه. الصوره البسيطه، الصوره البسيطه دي صوره طبق الاصل من نسخه الحكم، هي صوره الحكم بس بتبقى صوره طبق الاصل، ما فيهاش صيغه تنفيذيه، يعني ما ينفعش حد ياخدها ويروح ينفذ بيها. طب دي مين اللي بياخدها؟ بتعتبر الاول دليلا رسميا يثبت وجود الحكم، هي دليل ان في حكم، بس مين اللي بياخدها بقى؟ اي حد بيطلب نسخة الحكم البسيطة دي بياخدها، بس بشرط يدفع ايه؟ الرسم المستحق. يبقى الصورة البسيطة هي صورة طبق الاصل من نسخة الحكم الاصلية غير مزيلة بالصيغة التنفيذية. نحفظ التعريف ده كويس جدا عشان بيجي مصطلح. طيب تعتبر دليلا رسميا يثبت وجود الحكم بس، انما بنفذش بيها. مين اللي بياخدها؟ اي حد بيطلبها بياخدها، بس بعد ما يسدد ايه؟ الرسم المستحق. واحيانا بلخبطك في صح وغلط، اقول لك ايه؟ تعطى الصوره البسيطه لمن يطلبها ماشي، ولو لم يكن له شان في الدعوه، واسكت بدون، او اقول لك بدون دفع رسم. هنا لا، لازم دفع الرسم المستحق. فانت لو فهمت الجمله مش هتحتاج ان انت تحفظها. طيب الصوره التنفيذيه بقى، ودي اهم حاجه بالنسبه للشخص اللي اتحكم له، المحكوم ليه، دي اهم حاجه بالنسبه له عشان يروح ياخد حقه ينفذ الحكم. يبقى الصوره الرسميه هي الصوره الرسميه للحكم مزيله بالصيغه التنفيذيه. ما دام صوره الحكم اللي معايا مزيله بالصيغه التنفيذيه، هنا كده انا اقدر انفذ الحكم بتاعي. طيب بمقتضاها ايه اللي بيحصل؟ اقدر انفذ الحكم جبرا، يعني لو الشخص ما رضاش يديني حقي اقدر انفذ بالصيغه التنفيذيه غصب عنه. طيب بتسلم لمين؟ مين اللي حق ياخدها؟ الصوره ببساطه انه على اي حد بياخدها. طب الصوره التنفيذيه قال لك لا، صاحب الشأن لا يجوز تسليمها الا لمن كان خصما في الدعوه وتعود عليه منفعه في التنفيذ. بمعنى احنا اتنين خصمين في الدعوه، انا اتحكم لي، انا اللي ليا مصلحه في الحكم، ليا مصلحه في الحكم اللي اتقال من المحكمه، فعشان كده المنفعه ليا، يبقى انا اللي ليا الاحقيه ان انا اطلع صوره تنفيذيه من الحكم عشان اقدر انفذ بايه؟ حقي. يبقى بتكون للخصوم بس بشرط يكون للشخص اللي بتعود عليه منفعه من ايه؟ من التنفيذ. طيب لو قلم الكتاب مرضاش يديني الصوره التنفيذيه اعمل ايه؟ رحت لقلم الكتاب والكتاب قلت لي اديني الصوره التنفيذيه، تعسف ومرضاش يديني الصوره التنفيذيه، بعمل ايه؟ اولا يجوز للشخص انه يقدم عريضه الى قاضي الامور الوقتيه بالمحكمه التي اصدرت الحكم ليصدر امره عليها. يبقى انا بعمل ايه؟ بقدم عريضه لقاضي الامور الوقتيه اللي هو موجود فين؟ في المحكمه اللي اصدرت الحكم، عشان يكتب ايه؟ امر على العريضه دي. فيها مشكله كده؟ واحنا خدنا الاوامر على ايه؟ على عرائض قبل كده، وعرفنا ازاي بنقدم الامر على عريضه. طيب لو الصوره التنفيذيه دي ضاعت بقى، الصوره التنفيذيه بتاعتي دي ضاعت، اعمل ايه؟ كل واحد، احنا قلنا الخصم اللي تعود اللي عليه منفعه او محكوم له بياخد صوره تنفيذيه واحده بس، ما ينفعش ياخد واحده تانية. طب لو ضاعت يعمل ايه؟ لو ضاعت في الحاله ديت، هنا من حقه ان ياخد صوره تنفيذيه تانية بناء على صحيفه تعلن عن طريق احد الخصوم الى خصمه ايه؟ الاخر، ان الصيغه التنفيذيه الاولانيه ايه؟ ضاعت. طيب يبقى معنى كده الصيغه التنفيذيه صيغه تنفيذيه واحده اللي هي الصيغه التنفيذيه الاولى، لو انا عايز صيغه تنفيذيه ثانيه والاولانيه ضاعت لازم تكون الاولانيه ضاعت واثبت انها ضاعت واعلن الخصم انها ايه؟ ضاعت. طيب مصاريف الدعوه بقى، طب القضيه خلصت، مين اللي بيتحمل مصاريف الدعوه؟ القاضي بيحكم في الاخر ان الخصم المحكوم عليه يتحمل مصاريف الدعوه، الخسران هو اللي بيدفع المصاريف. انا رفعت قضيه وصرفت والخصم اللي قصادي صرف والخصم اللي قصادي اتحكم ليه، في الحاله ديت انا هنا ارهقت الخصم بمصاريف الدعوه او الكلام ده كله، فالقاضي هنا بيحكم على الخاسر بايه؟ بمصاريف الدعوه. وهنعرف مع بعض مين اللي بيتحمل مصاريف الدعوه وامتى الخسران ما بيتحملش مصاريف الدعوه خالص. طب اول حاجه
عشان اقدر الزم الخسران بمصاريف الدعوه هنا لازم ان يكون الحكم انهى الخصومه. لو الحكم ما لهاش خصومه، الخصومه لسه ما انتهتش، ما ممكن يتحكم لي بعد كده تحكم عليا بمصاريف الدعوه ليه؟ طيب ان يكون خصما لي مصلحه شخصيه في الخصومه، ان يكون المحكوم عليه قد خسر الدعوه بالفعل، خسر الدعوه بالفعل، ان تكون في علاقه سببيه بين المحكوم عليه وبين النزاع، يعني يكون المحكوم عليه هو ليه دور في النزاع وهو السبب في النزاع ده كله، فعشان كده القاضي بيحكم عليه ايه بمصاريف الدعوه لان هو الخسران. طيب تعدد الخاسرون في الدعوه، لو الاشخاص اللي خسروا في الدعوه كذا واحد ايه اللي هيحصل؟ هحمل مين فيهم المصاريف؟ هحمل واحد منهم ولا كلهم ولا هقسمها ما بينهم؟ نركز مع بعض. لو كانوا الخسرانين كلهم مدعين او جميع او كلهم مدعى عليهم، يجوز للمحكمه ان هي تقسم المصاريف بينهم بالتساوي دون النظر الى مصلحه كل منهم في القضيه. طيب معنى ان القاضي ممكن يقسمها دون النظر الى مصلحه حد فيهم، ما دام القاضي يقدر يعمل كده يبقى برضه بتخضع للسلطه التقديريه، ممكن يقسمها وفقا لمصلحه كل منهم، وده قلنا لتقدير مين؟ المحكمه. طيب اذا كان كل من المدعى والمدعى عليه خسر جزئيا في القضيه، هنا المحكمه ممكن تحملهم كل واحد او تحمل واحد منهم بس كل المصاريف، لان برضه بتخضع للسلطه التقديريه للمحكمه. طيب الحالات بقى اللي الخسران ما بيتحملش فيها مصاريف الدعوه، اول حاجه لو كان بيتمتع بمعونه قضائيه، وفاكرين قلناها قبل كده اللي بيتمتع بمعونه قضائيه هنا ما بيتحملش مصاريف الدعوه. طيب اذا كان من كسب القضيه، اللي كسب القضيه ارتكب خطا اثناء الخصومه برر الحكم عليه بالمصاريف على سبيل التعويض، يعني والقضيه شغاله انا كخصم مع ان اللي محكوم لي هنا ارتكبت خطا اثناء سير الخصومه، ارهقت الخصم بتاعي بمصاريف، فهنا القضيه القاضي بيحكم عليا ايه؟ بمصاريف الدعوه بالتعويض. طيب اذا كانت النيابه العامه طرفا في الخصومه وخسرتها، طبعا مش هنحمل النيابه العامه مصاريف الدعوه. طيب يجوز الزام المحكوم له اللي هو اتحكم له، اتحكم لصالحه اللي هو ما ينفعش احكم عليه بمصاريف الدعوه، يجوز الزامه ببعض المصاريف اذا كان تسبب في انفاق مصاريف لا فائده لها، خلى القضيه تصرف فيها مصاريف ما لهاش فايده، ماشي، او كان ساب خصمه ما قالوش او سابه على جهل بمستندات كانت تحت ايده قاطعه في الدعوه. طب لو انتهت الخصومه بغير حكم في الدعوه، مثل ترك الخصومه او سقوطها او انهائها بالصلح، في الحاله ديت هنا ما بلزمش حد بمصاريف الدعوه، ما بلزمش الخسران بمصاريف الدعوه. طيب حالات الحكم بمصاريف الدعوه وامر تقديرها، المحكمه من نفسها اول ما بتحكم في الخصومه بحكم منهي ليها بتحكم معاها على طول بايه؟ بمصاريف الخصومه، من بينها اتعاب المحاماه. وهنا المحكمه بتقدر الحكم مصاريف الدعوه في حكم ملزم بيها، بتطلع حكم ملزم بيها عشان يلزم الخسران او يلزم المفروض يدفع المصاريف يلزمه بدفع مصاريف الدعوه. طب ما ممكن المحكمه ما تحددش المبلغ، فهنا بتعمل ايه؟ هنا بتعمل حكم ملزم عام، يجوز أن تقوم المحكمة بإصدار حكم إلزام عام دون تحديد، ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بتقدير المصاريف، ويتم هذا التقدير بناء على إيه؟ على أمر، على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر المحكوم عليه بالإيه؟ بالمصاريف. فيها مشكلة كده؟ يبقى لا، يجوز إن هو يحدد المصاريف بحكم ملزم في أثناء ما هو أصدر الحكم المنهي الخصومة، أو يجوز يعمل حكم ملزم عام ويحددها بعد كده. طيب التظلم من أمر تقدير المصاريف، انت حددت عليا مصاريف انا عايز اتظلم بقى، هنا لما بيجي يتظلم يجوز لكل من الخصوم التظلم. طب بيتظلموا فين؟ امام المحضر لما بيجي يعلنك بامر التقدير، او بتقرير بيحطه في قرار كتاب المحكمه اللي اصدرت الحكم، خلاص. طيب يتم التظلم امتى؟ في خلال 8 ايام لاعلان الامر، وبيحدد المحضر او قرار كتاب المحكمه بيحدد اليوم اللي بتنظر فيه التظلم امام المحكمه في غرفه ايه؟ المشوره اللي احنا قلنا المداوله، تمام؟ وبيعلن الخصوم، بيبلغ بقى الخصوم باليوم ده، ماشي، اللي هو هيتنظر فيه التظلم قبلها بثلاث ايام. فيها مشكله كده؟ طيب القواعد العامه بقى للطعن في الاحكام، مش احنا قلنا من ضمن الحاجات الحكم، امتى الحكم بيستمد قوته او امتى الحكم بيبقى قوي جدا؟ لو ما بيقبلش الطعن، انما لو بيقبل الطعن بيبقى الحكم ضعيف. طيب ايه هي الاحكام العامه للاحكام؟ هناخد دي وهنقف بعديها، ماشي، مش هنقول هي الطرق الطعن اللي هندرسها، الطعن بالاستئناف، هناخد التماس اعاده النظر، هناخد النقض، بس هناخدهم دول هيبقوا في شهر مارس،
في شهر ابريل هنمتحنهم، انما دلوقتي احنا هناخد هنقف لغايه القواعد العامه للطعن في الاحكام. طيب الاحكام اللي يجوز الطعن فيها، ايه الاحكام اللي يجوز الطعن فيها؟ الاحكام اللي يجوز الطعن فيها ما ينفعش اطعن في الاحكام على استقلال، لا انا بطعن في الاحكام الغير منهيه للخصومه ماشي مع الحكم مع الاحكام المنهيه للخصومه. ما ينفعش اطعن في الاحكام الغير منهيه في الخصومه غير في حالات هنعرفها بعد كده. خلاص. طيب الاستثناءات بقى اللي احنا قلنا، هل يجوز ان احنا نطعن في الحكم الغير منهي الخصومه لوحده؟ اه ينفع بس في حالات معينه اللي هي ايه، وهنا القانون عدها لي على سبيل الحصر، ما دام على سبيل الحصر يبقى ما فيش غيرهم، هم دول اللي قدامي، الاحكام الوقتيه والمستعجله، الاحكام الصادره بوقف الخصومه، الاحكام القابله للتنفيذ الجبري، الاحكام الصادره بعدم الاختصاص والاحاله للمحكمه المختصه. احفظهم زي ما هم، هم دولت يوم ما هيجولك هيجولك في صح وغلط. هاجي اقول لك هل يجوز الطعن في الاحكام الوقتيه والمستعجله دون الانتظار للاحكام المنهيه الخصومه؟ هتقول لي اه صح تمام. طيب مين هم الخصوم بقى في الطعن؟ مين اسماء الناس في الطعن ايه؟ اسماء الناس في الدعوه قلنا يا اما مدعي ومدعى عليه، يا اما في مثلا في الطعن بيبقى طاعن وبيبقى مطعون ضده. خلاص يبقى اسماء الخصوم او الخصوم في الطعن هو الطاعن والمطعون ضده. الطاعن اللي بيرفع الطعن، اللي انا بقول انا متضرر من الحكم ده، المطعون ضده اللي انا برفع قصاده الطعن. طيب الشروط الواجب متوفره في الطاعن، اي حد يرفع الطعن ده؟ لا مش اي حد، قال لك لازم يكون ليه صفه في الطعن، ولازم يكون الطاعن مصلحه في الطعن، مش اي حد يرفع طعن وخلاص، المحاكم مش فاضيه ان اي حد يرفع طعن ملوش مصلحه، طب بيرفع طعن ليه؟ تاني حاجه الا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون به. لو قبل الحكم، لو الشخص قبل الحكم، يعني ايه قبل الحكم؟ مثلا من ضمن الحالات ان هو فوت ميعاد الطعن، معنى كده ان هو اقر ان هو موافق بالحكم. خلاص. طيب الشروط الواجب توفرها في المطعون ضده بقى، اول حاجه ان يكون المطعون ضده ماشي صفه، ليه صفه في الطعن، ان يختصم المطعون ضده بذات الصفه اللي كان فيها في الدعوه، ما ينفعش اختصمه بصفه تانية، لا بنفس الصفه اللي كان موجود فيها في الدعوه. ان يكون المطعون ضده محكوم له، يعني انا هطعن، انا اتحكم لي هروح اطعن، هطعن ليه؟ ما اتحكم لي خلاص، لازم اللي هطعن ضده، اللي هطعن عليه لازم يكون محكوم له بالقضيه. طيب الا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه؟ القاضي حكم لشخص بحكم والشخص دوت قام متنازل عن الحكم، خلاص مش عايز الحكم، مش عايز ينفذه، طب انا اروح اطعن ليه؟ ما هو كده كده هو تنازل عن الحكم. خلاص. طيب مواعيد الطعن بقى، ونركز كويس جدا في مواعيد الطعن. مواعيد الطعن القاعدة العامة بتقول لك يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، أي من وقت النطق بالحكم. بس في عدة استثناءات، أول استثناء الحالات اللي بيبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ماشي؟ زي إيه؟ أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير. في الحالة دي بيبدأ الطعن إمتى؟ بيبدأ الطعن من تاريخ إعلان الحكم. أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم مذكرة للمحكمة أو للخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوة. احنا قلنا لو توقف سير الدعوة ممكن نعمل تعجيل ليها، ففي الجلسات التانية دي ما حضرش أو قدم أي حاجة، بالتالي برضو التاريخ بيبقى من تاريخ إعلان الحكم. طيب إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته الخصومة أو زالت صفته، إذا نص قانون آخر غير قانون المرافعات على جعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه، كل دي حالات بيبدأ فيها ماشي من تاريخ تاني خالص. طيب الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن بقى من تاريخ وقت آخر غير صدور الحكم أو إعلانه، احنا قلنا اللي فات من تاريخ إعلان الحكم، واللي قبليها قلنا من صدور الحكم، هنا بقى من تاريخ تاني خالص. زي إيه؟ نركز في دي كويس جدا. الطعن بالاستئناف أو بالتماس إعادة النظر إمتى؟ اللي بيكون إمتى؟ اللي بيكون بسبب غش الخصم او قيام الحكم على ورقه مزوره او شهاده زور حد شهد زور او بسبب اظهار ورقه في الدعوه كان الشخص الخصم احتجزها، تمام؟ هنا الميعاد بيبدا امتى؟ بيبدا من اليوم اللي ظهر في الغش او الذي اقر فيه بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقه الايه؟ المحتجزه. الجملة دي أو الجزء ده مهم جدا جدا، دايما بيجي في الأسئلة الصح وغلط، كان بيجي في المقال بس خلاص احنا بنقلل جدا من المقال، يكاد يكون مش هيبقى في مقال في الامتحانات. طيب بعد كده الطعن في الحكم
بيكون ازاي؟ نفس الدعوه بالظبط، يكون بصحيفه توضع قلم الكتاب بناء على طلب ممن له الحق في الطعن، ويبين فيها البيانات العامه الاوراق المحضرين والحكم المطعون فيه، نفس الكلام اللي قلنا في صحيفه الدعوه بالظبط. تمام. طيب اعلان الطعن بقى، بعلن الطعن ازاي؟ الطعن هنا ليه قاعده خاصه، ونركز مع بعض غير اعلان الاحكام. اعلان الطعن ليه قاعده خاصه ازاي؟ ان لازم اعلن الخصم في موطنه الاصلي، ما ينفعش اعلنه في موطنه المختار الا في حالات معينه استثناءات. يبقى الاساس اني بعلن الطعن في موطن الخصم الاصلي، ما ينفعش اعلنه في ايه؟ في موطنه المختار الا في الحالات بقى اللي هنقول عليها اللي هي الاستثناءات. اذا كان المطعون ضده قد اعلن بالحكم، قد اعلن الحكم، اعلن الحكم للطاعن واتخذ لنفسه في ورقه الاعلان اعلان الحكم موطنا مختارا، الخصم اعلني بالحكم وخد وكتب لنفسه موطن مختار، هنا يجوز ان انا اعلنه في موطن مختار. اذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفه افتتاح الدعوى موطنه الاصلي، المدعي اللي رفع الدعوى ما كتبش موطنه الاصلي اصلا، هنا برفع بعلنه في موطنه المختار. تمام. يبقى نركز في الحالات دي كويس جدا. طيب تعدد الخصوم، هنا الخصوم ممكن يكونوا كذا واحد مش خصم واحد. مين المستفيد من الطعن ومين اللي بحتج بيه على الطعن؟ قال لك المستفيد بالطعن هنا ممكن يكونوا متعددين، زي واحد تدخل او ادخال احد الخصوم او بسبب الخلافه العامه. طيب في معنى الاحكام الخاصه بالطعون التي ترفع من النيابه العامه لا يستفيد من الطعن الا من رفعه، ولا يحتج به الا على من رفع ضده. يبقى ما عدا الأحكام الخاصة بالطعون اللي بترفع من النيابة العامة، مين اللي بيستفيد من الطعن حتى لو تعددوا الخصوم؟ اللي ليه مصلحة، اللي رفع الطعن واللي ليه ويحتج به إلا على إيه؟ من رفع ضده. طيب إذا كان الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة بقى، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوة يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، هنا إيه اللي هيحصل؟ ماشي، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قابل الحكم أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. المعلومة دي أنت بالنسبة لك بتبقى مهمة كمعلومة، بس في الغالب ما بتجيش في الامتحان بنسبة كبيرة، يكاد يكون بنسبة 20-30% ممكن تيجي في الامتحان. طيب يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد إيه؟ دفاعهما. يبقى هنا الشرط اذا اتحد دفاعهما فيها الاثنين بيستفيدوا، واذا رفع على احدهما جاز اختصام الاخر فيه. ودي دايما بتيجي في صح وغلط، اقول لك بيستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من احدهما في الحكم الصادر في الدعوه الاصليه اذا اتحد دفاعهما، صح ولا غلط؟ تمام. طيب احنا كده خلصنا ماده الجزء الخاص بالمرافعات اللي هو اللي انت المفروض هتمتحن فيه في شهر فبراير، في شهر مارس، وكمان هو في جزء منه الاخير ده اتقلل اتشال مش هتبقى فيه امتحان. طبعا انت هتعرف ده من المدرس بتاعك اللي موجود في مدرستك، هتعرف هو هيعرف الكلام ده من الموجهين بتوعه، فهتلاقي المدرس بيقول لك انت هتمتحن لغايه الجزء دوت في شهر مارس، هتمتحن الجزء ده في شهر ابريل، هتمتحن الجزء ده في شهر مايو، ما تقلقش تماما من اي حاجه خاصه بالامتحان، انت كده كده باذن الله ناجح، باذن الله الامتحانات هتكون سهله، مفيش حد جاي عليك، مفيش حد مصمم ان انت تسقط او في حد مصمم يصعب الامتحانات، بالعكس انت كده كده باذن الله الامتحانات هتكون سهله، المدرسين هتساعدك في انها تشرح لك الحاجه بسهوله، هتجيب لك الامتحانات من حاجات مباشره، فبالتالي انت الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك وباذن الله بالنجاح ما تقلقوش. هنكمل مع بعض ماده تانية، ماده قانون العقوبات، حسب ما الوقت يسمح لنا، يا اما هنكمل الجزء كله يا اما هنكمل جزء صغير منه ونكمل مع بعض الحلقه الجايه. طيب ماده قانون العقوبات، اول حاجه في ماده قانون العقوبات عندي، احنا خدنا الجرائم قبل كده الترم الاولاني وخدنا كل حاجه عنها، هناخد دلوقتي المساهمه الجنائيه. ايه هي المساهمه الجنائيه؟ انا فاعل اصلي في الجريمه، انا اللي عملت الجريمه وواحد ساعدني، دي اسمها مساهمه جنائيه. هنعرف احكامها، هنعرف امتى المساهم ده يتعاقب زيه زي الفاعل الاصلي، وامتى لا بيخفف عنه العقوبه، امتى بتتشدد عليه العقوبه، امتى بتبقى الظروف الجريمه او ظروف العقوبه بتتغير من حاله لحاله. طيب المساهمه الجنائيه، ايه هي المساهمه الجنائيه؟ تعريف المساهمه الجنائيه ارتكاب عده اشخاص لجريمه واحده كان يمكن لكل منهم ان يرتكبها بمفرده. جريمه واحده هي نفس الجريمه، ماشي، اللي الشخص يقدر يرتكبها لوحده، الشخص يقدر يرتكب الجريمه لوحده، بس هنا الشخص عمل ايه؟
اتنين عملوها، فهنا ده كان يقدر لوحده وده كان يقدر لوحده، في الحالتين الاتنين بيتعاقبوا كأنهم فاعل واحد. طيب أركان المساهمة الجنائية، الركن الأول هي وحدة الجريمة، الركن الثاني تعدد الجناه. طيب ناخد الركن الأول وحدة الجريمة، يجب لتوافر المساهمة الجنائية إيه؟ أن تربط بين الجناه وحدة مادية ومعنوية، وهنفسر يعني وحدة مادية ومعنوية. الوحدة المادية للجريمة إن يكون وحدة النتيجة، إن الاتنين ارتكبوا النتيجة، ارتكبوا الجريمة والنتيجة واحدة، الاتنين كانوا رايحين يقتلوا واحد والنتيجة إنه مات، مش ده رايح يعمل حاجة وده رايح يعمل حاجة. زي مثلا ندي مثال كده، لو أنا دلوقتي أنا ومجموعة داخلين نسرق شقة، فجي واحد عمل إيه؟ واحد منهم قام دخل لقى ربة المنزل موجودة قام مغتصبها. هنا هو بيحاسب هو على جريمة الاغتصاب، لأن هم كانوا داخلين يحققوا نتيجة معينة اللي هي السرقة، هو دافع لشخص هو عمله فبيتحاسب عليه، تمام؟ إنما جريمة السرقة كلهم بيبقوا إيه؟ فاعلين أصليين. طيب ارتباطها بربطة السببية، كل فعل من فعل المساهمين لازم يكون سبب في تحقيق النتيجة، لو هو مش سبب في تحقيق النتيجة فهيتعاقب ليه؟ يبقى مثل اشتراك مجموعة من الأشخاص في إيه؟ في جريمة سرقة اللي احنا المثال اللي احنا قلناه دلوقتي، والشخص قام قايم اغتصب ربة المنزل، بيتحاسب بيبقى مساهم وفاعل أصلي في جريمة السرقة، بس في جريمة الاغتصاب هو بيتحاسب إيه؟ لوحده. فيها مشكلة كده؟ طيب نكمل مع بعض. الوحدة المعنوية للجريمة بقى، احنا خدنا الوحدة المادية اللي هي النتيجة والسبب، الوحدة المعنوية ان هم يكون نفسيا اللي هو القصد الجنائي، ان كلهم نفسيا كده متفقين، سواء متفقين قبل الجريمة او لحظة مباشرة الجريمة ان هم يرتكبوا الجريمة دي. ففي الحالة ديت هم مع الركن المادي والركن المعنوي، هنا بيبقى المساهم المساهمة الجنائية او المساهمين زيهم زي الفاعل الاصلي بالظبط. طيب في الجريمة العمدية يجب أن ينصرف قصد المساهم إلى حاجتين عشان أعتبره أنه مساهم، أن يكون عارف سلوك كل زملائه في المشروع الإجرامي، أن يكون عارف النتيجة اللي هتحصل على السلوك المجمع له ولهم. طيب الجريمة غير العمدية يجب أن يمتد الخطأ غير العمدي إمتى؟ يجب أن يمتد الخطأ المتوافر لدى أحد المساهمين إلى نظيره المتوافر لدى الآخرين، ثم إلى النتيجة المتوقع حدوثها. زي إيه؟ قيادة واحد قال للتاني سوق السيارة بسرعة، وهو عارف ان ممكن يحصل اصابه لحد او حد يتوفى، هنا بيبقى مرتكب برضو ايه؟ لجريمه على اساس الخطا غير العمدي. طيب تعدد الجناه، وده الركن الثاني من اركان المساهمه الجنائيه، لازم يكون في تعدد، لو ما فيش تعدد يبقى ما فيش مساهمه، واحد بس اللي ارتكب الجريمه خلاص. انما لو كانت الادوار ثانويه او تبعيه كانت المساهمه هنا ايه؟ تبعيه، يبقى المساهمه الاصليه ان يكون الشخص قام بدور رئيسي في الجريمه، المساهمة التبعية إن يكون قام بدور إيه؟ ثانوي. طيب المساهمة الأصلية في الجريمة تتكون، المساهمة الأصلية في الجريمة من إيه؟ من ركنين برضو، مادي ومعنوي. أي جريمة في الدنيا ليها ركن مادي وليها ركن معنوي، من غير الركنين الجريمة ما بتتحققش. طيب الركن الأول اللي هو الركن المادي، الركن المادي للجريمة أولا ارتكاب الجاني فعلا كافيا بذاته، يعمل فعل هو كافي لاكتمال عناصر الجريمة، زي الصورة الأولى أن يأتي الجاني وحده الفعل المكون للجريمة، هنا في الحالة دي لا يوجد تعدد للجناة. طيب الصورة الثانية أن يكون تعدد المساهمين الأصليين في الجريمة، فيرتكب كل منهم فعل لوحده كافي أن الجريمة تحدث، هنا في الحالة دي بيبقى المساهمة إيه؟ مساهمة أصلية، زي اتنين اتفقوا أن يدخلوا منزل ويسرقوا، ففي الحالة دي الاتنين يعتبروا إيه؟ مساهمة أصلية، والاتنين بيتحاسبوا وبيتعاقبوا بنفس العقوبة المكررة للجريمة. طيب في الحالة الثانية، حالة ارتكاب الجاني جزء من الركن المادي للجريمة، عندي برضو صورتين هناخدهم مع بعض، الصورتين دولت المرة الجاية. احنا هنا دلوقتي هنقف لحد كده، خدنا المساهمة الجنائية، خدنا الأركان المساهمة الجنائية، خدنا المساهمة الأصلية وخدنا جزء منها وعرفنا يعني ايه المساهمة التبعية، خدنا الجزء الخاص بقانون المرافعات كله. أنا عايزكم تركزوا في اللي احنا قلناه، اللي احنا قلناه ده الامتحان هيجي منه، الامتحان ما بيخرجش من كتاب المدرسة بأي حال من الأحوال، ما أي حد يقول لك الكتاب هيجي من جزء معين هيجي من ده، الامتحان ما بيخرجش كتاب المدرسة معمول عشان يجي الامتحان منه وعشان توصل منه معلومات تفيدك. فأنا عايزك تركز كويس جدا، كتاب المدرسة كتاب المدرسة، شرح المدرس واللي احنا بنقوله، احنا بنقول اللي موجود في كتاب المدرسة وبنحاول نسهل لك المعلومة. وبإذن الله المرة الجاية أشوفكم في مادة قانون العقوبات ونكمل مع بعض، وأتمنى لكم التوفيق، وبإذن الله أقابلكم المرة الجاية، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله.